نشرة أخبار الخامسة وربع من صوت لبنان مع تحيات ألان صغيب عيسى السكفوري والمخرج بيير جام. العناوين. عون يؤكد أن ادعاءات نتنياهو حول قواعد حزب الله تخفي تهديداً إسرائيلياً للبنان. الكتائب ترفض التهديدات الإسرائيلية وتؤكد أن الدولة لا يحميها إلا الجيش والقرار السيادي. مفتشو وزارة الاقتصاد يعينون تركيب العدادات والوزير خوري غطوا كل الأراضي اللبنانية، ما بدي ولا منطقة بلبنان منا مغطية. حنكش لصوت لبنان حول روائح النفايات في المتن. اليوم اللي عم بيعانيه اهالينا بالمنطقه الساحليه بالمتن ما بينحمل. كن الاول في معرفه ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الاجهزه الذكيه. داونلود تويتر ابلكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن اون. صوت لبنان اول من يعلم وعبر تويتر كمان. فولو اس اون تويتر. تويتر @صوت لبنان. أفق الحكومة مسدود حتى إشعار آخر، لكن أفق المخاطر التي تحيط بالبلاد مفتوح على غاربه. بالأمس تهديدات إسرائيلية على خلفية مزاعم بوجود قواعد عسكرية لحزب الله قرب المطار، وسواء كانت القواعد موجودة أو غير موجودة في هذه الأمكنة، وسواء اصطحب الوزير جبران باسيل دبلوماسيين إلى هذه المواقع أم لا، فإن صواريخ الحزب المتعاظمة موجودة وقرار الحرب والسلم ليس في يد الدولة اللبنانية، ما يعني أن تعريض لبنان لأي عدوان إسرائيلي وارد في أي لحظة وتفاديه ليس بقدرة الدولة. المخاطر ليست أمنية فقط، فسيف الفساد يقطع رزق اللبنانيين ويعرض الاقتصاد للخطر، ليس لسبب إلا لأن المسؤولين لا يريدون وقف مزاريب الهدر ولا يريدون حلا لأزمة الكهرباء قدمته ألمانيا أخيرا، بل يريدون أن تبقى هذه المزاريب مفتوحة، وهم أيضا تائهون في إيجاد مخرج نهائي ونظيف لملف النفايات، فيخترعون المحارق وغير المحارق فيما الروائح تعبق في سماء مناطقنا وفوق بيوتنا إلى ما شاء الله. ولماذا يكون عجيبا أن في لبنان نسبا عالية جدا من الإصابات بمرض السرطان، حتى ليصح شعر أبي نواس القائل تسألين عن سقمي صحتي هي العجب. ومن قصر بعبدة نبدأ، حيث أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول القواعد العسكرية في محيط المطار لا أساس لها من الصحة، وتخفي تهديدا إسرائيليا جديدا للسيادة اللبنانية، وشدد على أن لبنان سيواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته. والوضع السياسي العام في لبنان شكل محور بحث بين رئيس الجمهورية ووزيرة خارجية النمسا كارين كنيسل التي زارت قصر بعبدة على رأس وفد. الوزيرة النمساوية دعت إلى احترام تنفيذ القرار 1701، مؤكدة أن النمسا تؤيد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وقد زارت المسؤولة النمساوية أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس المكلف سعد الحريري. إلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد، وفي حديث إلى سكاي نيوز أكد سلامي أن استقرار الليرة اللبنانية هو عنوان للثقة ووسيلة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وأن المصرف المركزي قادر على المحافظة عليها. ومن بيت الوسط أكد رئيس جمعية المصارف جوزيف طرابي أن الليرة صامدة وقوية، والقطاع المصرفي اللبناني من أقوى القطاعات المصرفية في العالم العربي، وهو محيد عن موضوع العقوبات على حزب الله. المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية الذي انعقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل
أكد أنه يعول على الوعي الوطني العام لملاقاة طرح رئيس الحزب لبناء لبنان الجديد من خلال التزام خارطة طريق سياسية واقتصادية، بدءا بتشكيل حكومة اختصاصيين تحيد لبنان عن صراع الأفرقاء على السلطة، بالتوازي مع اجتماعات مفتوحة لرؤساء الكتل النيابية تحت سقف المجلس النيابي، ما يؤسس لإطلاق مشروع إصلاحي تغييري شامل يحفظ الدولة من التفكك والانحلال، ويضبط أسس الالتزام التام بالدستور والقوانين، ويؤمن حياد لبنان عن صراعات المنطقة، واستقرارا سياسيا واقتصاديا، وقضاء تاما على الفوضى والزبائنية والفساد وهدر أموال الدولة. ونوه حزب الكتائب بمشاركة نواب وفاعليات سياسية واقتصادية وعمالية وإعلامية في المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب، وأكد استمراره في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية عبر دراسة الملفات وطرح الحلول. حزب الكتائب أكد رفضه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي قد تؤدي إلى تداعيات لا طاقة للبنان على تحملها، ما يدفع بالوضع المأزوم أساساً إلى المزيد من التشنج. وشدد بيان الحزب على أن حماية الدولة وصون سيادتها لا يستقيمان إلا متى امتلكت الدولة وحدها من دون سواها قرار الحرب والسلم، وحفظت حق الجيش المطلق في حصرية امتلاكه السلاح على كامل الأراضي اللبنانية. ودعا حزب الكتائب إلى حال طوارئ بيئية حفاظا على طبيعة لبنان وشعبه، بعدما ارتفعت نسب الإصابات بالأمراض الجرثومية والسرطانية إلى مستويات غير مسبوقة جراء النفايات المنتشرة في مكبات عشوائية والتي تملأ روائحها الشوارع والأحياء السكنية في منطقة ممتدة على كامل ساحل المتن والمناطق المجاورة له. ولمناسبة الذكرى 40 لاستشهاد عضو المكتب السياسي حكمة حمدان، جدد الحزب وعده بالبقاء مخلصا للقسم الذي سار على هديه الشهيد، معاهدا إياه بأن يبقى أمينا على قيم العيش المشترك والوحدة الوطنية. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشموق، وجرى بحث في آخر المستجدات. بعد الفاصل، لبنانية أول عمدة لبلدية دكار. في منشات المساء ليوم الثلاثاء، أين هي الحقيقة في اتهامات إسرائيل لحزب الله بإقامة معامل لتصنيع الصواريخ؟ وهل يمكن أن يتحول لبنان إلى ساحة بديلة للساحة السورية في تبادل الرسائل؟ الجواب مع العميد المتقاعد نزار عبد القادر. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم إلان زغيب عيسى. جولة لمفتشي وزارة الاقتصاد للتأكد من التزام أصحاب المولدات قرار تركيب العدادات. تقرير تراز الخوري. تركيب العدادات شغل في الفترة الأخيرة أصحاب المولدات والمواطنين، ولكن إعاز وزير الاقتصاد رائد خوري كان واضحا وصارما، فماذا طلب الوزير من المراقبين المكلفين بضبط المخالفات؟ تغطوا كل الأراضي اللبنانية، ما بدي ولا منطقة بلبنان منا مغطية. بدكم من هلأ لنهار الجمعة، يعني عندكم أسبوع، تغطوا بشكل كتير كبير معظم الأراضي اللبنانية، ترجعوا أسبوع الجاي ترجعوا تعملوا نفس الجردة يلي مع طبق القرار أو ما بلش يطبقه، كمان بترجعوا بتعملوا له محضر ضبط إلى أن يصير في تقدم. بعرف إنه في مناطق ملتزمة أكثر من مناطق، المناطق الملتزمة هلأ الإعلام بيروح بيشوفها، والمناطق اللي ملتزمة أقل بعتقد أنا بالأسابيع الجاية رح يصير في تقدم إذا منكمل بهذه الطريقة. هذا الطلب الصارم لا يتناسب طبعا مع الكل، فهناك معايير حزبية وسياسية وغطاءات تتدخل في كل شاردة وواردة، ففي الضاحية الجنوبية مثلا وفي الغبيري وفي الشياح بالتحديد أذنات كي تدخل المنطقة والمحاضر تكون تحذيرية. فما هو رأي المراقب حكمة دندش بالوضع على الأرض؟ جينا نتأكد إذا ملتزم المولد، طلعت بجونترات تعولوا على العدادات إذا مركبون فوتو بلش يلتزم، بما أنه هو مركب يعني بلش يلتزم، هذا ما بنعمل له محضر، بنسجل انه
بلش يلتزم. كيف رد أصحاب المولدات في هذه المناطق على محاضر وزارة الاقتصاد؟ وكيف يركبون العدادات على حساب المواطن صاحب أحد المولدات؟ ايه بركب له عداد وشريط والحقهم أكثر من 100,000 بيطلع. وأنت العداد قديش حقه؟ عم نجيبه ب50,000 من السوق. طيب أنت بتجيب عداد ب50,000 بتاخد من المواطن 100,000 لتركب له إياه من كل عداد مواطن؟ عداد ودجانتير وشريط. أما المواطنون وبينهم من يستفيد من المولد فيردون كما تطفل علينا هذا السائر بوجه القرارات الدولة، فماذا قال وما هي فتواه؟ خدت عداد وبطلت، لأنه عندي برادات، عندي مصلحة، عندي 6-7 برادات، طلع علي عداد 15 أمتار، طلع علي 750 أمتار.